الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الجمع الكريم، قيل لإعرابي مات ولدك فقال عظم أجري، قيل له مات زوجتك فقال جدد فراشي، قيل له مات أباك فقال كثم ظهري. فاللهم إنا ندعوك في هذه الليلة أن تتغمد الوالد الراحل بواسع رحمتك، واجعل يا ربي هذه الليلة ليلة نور تتقاطر عليه، آمين يا رب العالمين. شاكر باسم أسرة معلمي الكلية الحربية سابقا، وعلى رأسهم معالي اللواء مصطفى كامل مدير الكلية الحربية السابق، معالي اللواء محمد سامي فضل، معالي اللواء محمد عبد المجيد العشماوي نائب مدير الكلية، وجميع الحضور الحاج محمد البحيري، وكل من جاء من أسرة الكلية الحربية والقيادات الشرطية. أتقدم باسم العائلات الكريمة عائلات أبو سليمان إلى حضراتكم جميعا بخالص الشكر. أيها الجمع الكريم، أعطى الجارية لابن عباس وردة فأعطاها ابن عباس قطيع من الإبل والأنعام، فقيل له يا ابن عباس أتعطيك وردة وأنت تعطيها قطيع من الإبل والأنعام؟ فقال ابن عباس أعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. فإذا كان هذا هو عطاء العبد للعبد، فما بالك بعطاء رب العباد للعباد؟ والجميع هنا يشهد ربي أشاد بأن الوالد الكريم كان من خيرة الرجال أدبا وأخلاقا وكرما، وكان دائما يبتسم ببشاشة الوجه وطيب الأخلاق. عاش حياته خادما لله وخادما لوطنه. فاللهم إني أدعوك يا ربنا أن تجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعود مع حضراتكم مرة ثانية إلى مائدة القرآن، زاد لا ينفذ ومدد لا ينقطع، علم من أعلام التلاوة، والذي سوف يعزف بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة المباركة في الساعة 9:15 مساء، سوف يعزف عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم خلال الأمسية الإذاعية التي سوف تذاع لفضيلته من مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، العلم القرآني والكتب الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، فليتفضل مشكورا بالتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن ويبشر المؤمنين
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمنا طائرا في عنقه
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة وقل الإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة
وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. وإذا عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن
سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Thank you.
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك وقضى ربك وقضى ربك ألا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما
ارحمهما كما رباني صغيرا. صدق الله العظيم. يا قائلا كل الوجود فكان، ندعوك فاستجب يا مجيب دعانا. ارحم بفضلك الحج الشحات وأهله وامنحه عندك مكانة ومكانا. فقيدنا الذي عاش لعبادك خادما يأوي إليه التائه الحيران. وجدوا في أخلاقه كرما صافيا وتراحما ومحبة وأمانا. فمن ذا كفقيدنا وأهله يسع جميع محبة وحنانا. هكذا أيها الجمع الكريم عشنا مع حضراتكم هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها على مسامع حضراتكم فخر قراء الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. شاكر باسم أصحاب المقام أبناء الأقربين حج محمد الشحات عليه رحمة ربي تعالى، استامر الشحات محمد، جميع الاخوة الكرام اصحاب المقام، استاذ حمادة الشحات محمد، سيدنا الشيخ سالم عطية، الحاج يحيى ابو غنيم، وكل ما يتصل الى جميع عائلات آل سليمان صغيرا وكبيرا. أتقدم بأسمائهم جميعا إلى حضراتكم وإلى كل من جاء من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وأيضا القيادات الحربية والقيادات الشرطية، العمد والمشايخ والعائلات. شاكر باسم عائلات آل سليمان إلى حضراتكم جميعا. أشكر أيضا كل من يشاركنا في هذه الليلة دسة صوتية تحت إدارة أولاد سليم المهر والمقيم بصفة زريق، كثور الضيافة حج محمد الشبراوي ديار بنجم، لؤة الإنارة مهندس زاهر المهر والمقيم بتل القاضي، خدمات الفندقية أولاد أبو دياب والمقيم بإقوى. منوه إلى حضراتكم أنكم سوف تشاهدون هذه الليلة القرآنية على موقع أستاذ ناصر صلاح والمقيم بمدينة الزقازير. أيها الجمع الكريم، إلى أن نلتقي بحضراتكم مجددا مرة ثانية عقب صلاة العشاء، نترككم جميعا في رعاية الله وأمنه، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.